الانتقادات التي وجهها ماكرون للسيسي، هل ساهمت بالفعل في إحراج هذا النظام دوليا أم أنها كانت انتقادات شكلية بشكل كبير نظرا لأن المنظمات الحقوقية تنتظر منه أن يقوم بها؟ من وجهة نظري طالما أن ماكرون تحدث عن هذا الأمر فهو هناك صداع لدى النظام في فرنسا أو النظام في مصر، مجرد الحديث أو جعل هذا الأمر إحدى مؤشرات الأجندة التي تحدث فيها ماكرون مع عبد الفتاح السيسي، فنحن نتحدث عن تأثير واضح لدى الداخل الفرنسي أو على مستوى المؤسسات. حتى وإن كان مجرد تصريح هكذا تبدأ الأمور، يعني الضغوطات، يعني أوروبا مثلا نتحدث عن اتفاقيات التجارية بأكملها وفقا للقانون الدولي تمنع أن تستمر أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي مع أي دولة في صفقات تجارية ثبت أن لديها انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن ثم قد يؤثر ذلك على العلاقات التجارية الاقتصادية ما بين مصر وما بين الاتحاد الأوروبي. مصر تريد إرسال رسائل معينة لضمان استمرارية الدعم والتأييد الدولي، هذا غرض فقط للنظام المصري. والنظام الأوروبي بأكمله هو نظام مستفيد من شعوب أفريقيا والشعوب العربية بما لديها من موارد أو بما لديها من حماية لحدودها البحرية من اللاجئين والمهاجرين، بالتالي ضروري جدا بعد هذا الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني ومؤسساته الحقوقية أن يتحدث ماكرون وأن يجتمع مع فصائل من المجتمع المدني شريعة المجتمع المدني الحديث عن هذا الأمر وخروج تصريحات تحرج عبد الفتاح السيسي في أن استقرار الدول يبني فقط على الحرية والحقوق والحريات، وهذا أمر جيد للضغط والاستمرار مع دول الاتحاد الأوروبي أو الجهات المعنية في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان لدى مصر. حتى مصر ليست وإن كان ذلك يمثل مجرد كلام فقط ليس أكثر، يعني في نفس الزيارة قام بتوقيع عقود تجارية وصفقات، وقبل ذلك أيضا هناك صفقات، ومن المعلوم أنه بعد ذلك حتى الآن هناك صفقات، يعني فرنسا دائما ما تخالف هذه الاتفاقيات الخاصة بالاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك سيلبي مصالحها. قضايا الشعوب الحقيقية المبنية على الحصول على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية هي معارك طويلة وبطيئة تتحكم فيها مصائر دول عظمى تستفاد مصالحها مع تلك الدول القمعية، وبالتالي حركة النضال أي خطوة أو لبنة ونرى أن هذه خطوة إيجابية، هذا أمر جيد، هناك أمور أخرى، لبينات أخرى، خطوات أخرى يجب أن تتخذ، لكن حتى وإن كانت خطوة صغيرة يجب أن نعظم منها ويجب أن نستغلها ويجب أن نبني عليها، هكذا هي تدار معارك الحرية والحقوق والحريات لدى الشعوب المضطهدة مع الأنظمة القمعية. إن اعتبرنا كل تصريح أنه ضعيف وأنه لا يؤثر من ثم تستمر الأنظمة القمعية في قمعها وفي تحكمها في وأيضا مصر. يمثل ذلك تغير في موقف ماكرون عما كان في فرنسا بالتأكيد، خطوات الضغط والتوضيح للمجتمع الدولي بأكمله والداعم لهذا النظام هو خطوة جيدة يجب أن تستمر وتستخدم وتستفاد منها ويبنى عليها.